ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا اتعلمتوا الرسمه اللي فاتت، او ان انا قدرت ان انا اوصل المعلومه اللي فيها. ان شاء الله الفيديو ده تكمله للفيديو التاني. هنرسم المره دي الرسمه دي، تمام؟ وزي ما اتفقنا هنبدا على طول بخط المحور. بس احنا نقسم اللوحه الاول بس كده، تمام؟ هنبدا بخط المحور ده. الرسمة دي بقى أهبل بكتير من التانية. تمام، عندنا خط المحور ده، خط المحور الرأسي. هنعمل خط المحور العرضي. تمام، بقى بالشكل ده كده. عندنا خط المحور اللي فوق ده هيبقى على بعد 75، بقى نطلع 75. ماشي، تعالى انت. تمام كده، حددنا الجزء بتاعنا، نبدأ نعمله المسطرة دي. تمام، هما التلات خطوط المحور دول بس. يعني هنبدأ نعمل الدايرة الكبيرة. بسم الله، الدايرة الكبيرة بيقولوا إن قطرها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قطر الدايرة الكبيرة، قطر الدايرة الكبيرة 68، يبقى هنفتح 30، 34. تمام، بعد كده عندنا خط المحور اللي على هيئة دايرة ده، القطر بتاعه 50، هنفتح 25. تمام، بعد كده عندنا الدايرة اللي فوق، سيبك برضو من الجزء ده دلوقتي، من الدوائر دي خليها في الاخر عشان دي هنقول برضه فكرتها تاني، هنرجع لفكرتها. هي عامله زي الرسمه اللي فاتت كده وهنقولها تاني ان شاء الله. عندنا الدايره اللي فوق بيقول ان قطر الدايره الصغيره 32، يبقى هنفتح 16. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، الدايره الكبرى قطرها 58، يبقى هنفتح 25. 8 بقى نفتح 29. شفت بقى انا لما جيت اعيد على الخط تاني باظت ازاي؟ فانت ما تحاولش تعيد على الخط تاني، يعني الخط اللي تشده شده مرة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتقل عشان يبان في الفيديو. تمام، بعد كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هنعمل الاتصال بتاعهم. هنعمل الجزء الكبير الاول. طيب احنا عندنا هنا الكيرف جاي من بره، فاحنا هنعمل هننقص، يعني هنا مش هنجمع بقى، هنا هنطرح. هنطرح ازاي يا معلم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا عندنا نص القطر بتاع الكيرف ده 100، احنا عندنا هنا الكيرف جاي من بره مش جاي من جوه. تمام، يبقى احنا مش هنجمع، احنا هنطرح. في الرسومات اللي فاتت كنا بنجمع علشان كان الكيرف جاي من جوه، لكن المره دي الكيرف جاي من بره. تمام، يبقى احنا هنطرح هنا ايه، نص القطر بتاع الدايره الكبيره دي من ال 100، اللي هي نص القطر بتاع الكيرف نفسه. يبقى احنا هنطرح نص القطر بتاع الدايره الكبيره اللي هو 68، اللي هو ال 34. 34 ناقص ال 100 هيبقى نفتح كده 66. يبقى نركز هنا ونفتح 66 الاول كده. احنا فتحنا 66 وهنعمل التقاطع بتاعهم. بس اوعى طبعا تعمله الناحيه اللي انت هترسم فيها، لا انت هتعمله الناحيه التانيه عشان تركز وتفتح ال 100 اللي هي نص القطر بتاعت الكيرف وتعمل الكيرف. تمام، احنا هنا عملنا ايه، نص القطر بتاع الدايره الكبيره ناقص نص القطر بتاع الكيرف نفسه وعملنا العلامه. هنعمل نفس العمليه في الدايره الصغيره اللي فوق. الدايره الصغيره اللي فوق نص القطر بتاعها 28، 28 ناقص 100 80، 72. يبقى هنفتح 72. نركز كده بال 72 ونقطع من هنا.
تمام، عملوا تقاطع. نتأكد برضو ان البرجل لامس جزء من الدايرة دي ولامس جزء من الدايرة دي. تمام، هنعمل نفس العملية برضو الناحية التانية، بس المرة دي الكيرف جاي من بره، يعني الكيرف نفسه جاي من جوه مش من بره، فانت هتعمل عمليات هتجمعهم كده، انت هتجمع نص القطر زائد نص قطر الكيرف نفسه، لان الكيرف جاي من جوه مش جاي من بره. جاي من بره وجاي من جوه ازاي؟ ده كده جاي من بره يعني لامسهم من بره، لكن ده لامسهم من جوه، لامس الاتنين من جوه مع ان الاتنين نفس الاتجاه يعني. تمام، يبقى احنا كده هنجمع نص قطر زائد نص القطر. نص القطر بتاع الكيرف نفسه 30، ونص قطر الدايره الكبيره 39، يبقى احنا هنفتح 69. تمام كده احنا عملنا ايه؟ التقاطع بتاع ده، مش التقاطع، عملنا الخط هنا وهنعمله التقاطع تاني الناحية التانية. عندنا هنا نص قطر بتاع الكيرف تاني 30، ونص قطر الدايرة الكبيرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 25 28، يبقى 30 28 افتح 58. كده عملنا التقاطع بتاعهم. كده بقى هنا بقى نفتح 30 اللي هو نص القطر نفسه، نص قطر الكيرف. لا في حاجة غلط، في حاجة غلط. تمام كده عملنا ايه الـ الخط بتاع ده. بعد كده عندنا هنزود نص القطر بتاع الكيرف اللي هو 30 على نص قطر الدايرة الكبيرة اللي هو هيكون 29، يبقى 29 و30 59، يبقى نفتح 59 ونركز هنا نعمل التقاطع. تمام هنا عشان ما جاتش هزود برضو شوية. تمام هنا هنقف في التقاطع نفسه، وبعد كده هنفتح نص القطر، نص القطر اللي هو 30، نفتح 30 الأول. طيب عشان احنا غلطنا غلطة شنيعة هنا، احنا عمال فتحنا اللي نص القطر بتاع الدايرة الكبيرة، فتحناه 39 وهو المفروض يبقى 34، فاحنا هنفتح 34 ونقرب دي شوية. المفروض 34 زائد 30 يبقى 64. تمام نقرب دي شوية. بعد كده هنفتح بقى نص القطر بتاع الكيرف نفسه اللي هو 30، بس كده. آسف طبعا على اللخبطة دي، بس يعني انا اتلخبطت وانا بحسبها. برضو انت ممكن تواجهك مشكلة زي دي فهتبان معاك زي ما بانت معايا كده. كده ناقصنا الدوائر دي. طيب احنا ما عندناش غير الدايرتين دول بس اللي واقعين على تقاطع المحورين مع بعض، يبقى نعملهم الاول. بيقولك ان القطر بتاعهم 10، يبقى هنفتح 5 مللي، نص سنتي يعني. تمام عندنا في اول تقاطع. تمام كده عملنا الدايرتين المعلومين. عندنا بقى ايه الدايرتين اللي في الزوايا دي. هنرجع لنفس العملية. احنا دلوقتي قلنا مجموع زوايا الدايرة كام؟ 360 درجة. طيب احنا هنشتغل على النص اليمين ده بس. طيب عايزين نجيب فيه 3 زوايا، وهنحسب دول كمان.
هنجيب فيه 3 زوايا، لان دي الدايره دي مش نازله في نص الزاويه 90، لا ده هي محذوفه شويه. المهم ان انت عشان تبقى مطمن برضو، فاحنا هنقسم احنا دول ايه، نص الدايره هيبقى مجموعها 180 درجه، فانت عايز تجيب فيها 3 زوايا، يبقى هتقسم ال 180 على الثلاثة هيديك 60، يبقى هنجيب الزاوية 60 درجة بتاعتنا، ده المثلث 30 60، دي الزاوية 30، دي الزاوية 60، يبقى هتيجي هتبدأ تعمل خط التقاطع اللي هتعمل عليه الدايرة. تمام، تعمل الناحية التانية برضو. اوكي كده عرفنا بنحددها ازاي. نقول تاني، احنا مجموع زوايا الدايرة 360 درجة، احنا هنشتغل على نص واحد، النص ده 180 درجة، نص مجموع زوايا المثلث الدايرة 180 درجة. طيب احنا عندنا 3 زوايا عايزين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 3 زوايا عايزين نجيبهم في نص الدايرة، يبقى هنقسم ال 180 على 3، او هتقسم ال 360 على 6. تمام، نبدأ بقى بنفس الفتحة نعمل الدايرة اللي هنا، عشان كده بقول لك ما تسترخصش في الأدوات بتاعة الرسم بالذات، لأن أنت لو معاك برجل مش كويس عمرك ما هتعرف تعمل دايرة صغيرة زي دي بفتحة بقطر صغير زي كده. بس كده احنا خلصنا الرسمة، متهيألي هي سهلة جدا يعني ما فيهاش حاجة، ناقص بس ان احنا ايه نتقل على الخطوط، مفيش حتى زيادات هنشيلها، احنا ممكن نشيل العملية الهندسية دي بس خليها برضو عشان افكرك بيها في الاخر. يبقى احنا كده ناقص ان احنا نتقل على الخطوط بس. بسم الله. بس كده يا شباب الرسمة خلصت. طبعا انا هنا غلطت غلطة جامدة شوية، انا بس انا مقدرتش امسحها يعني، لان ممكن برضو انت تواجهك المشكلة دي. انا هنا قسمت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انا هنا زودت غلط يعني، عملت هي غلطه في حساب يعني، بان انا جمعت نص كتر بزياده شويه. بس المهم ان احنا عرفنا هنا هنجيب دي ازاي، وعرفنا دي اهم حاجه دي الحاجه الجديده ان احنا هنعملها عموما، ان انت هنا مجموع زوايا الدايره 360، فانت عندك 6 زوايا على الدايره، فاحنا هنقسم مجموع زوايا الدايره اللي هم 360 على ال6 زوايا، هيطلع لك 60. هتبدأ تجيب المثلث 60، وهتبدأ ان انت تعمل تحدد النقط بتاعتك عشان ترسم. بس يا رب تكونوا استفدتوا حاجة، يعني لو استفدت حاجة اتمنى ان انت تدعيلي، لان انا والله العظيم بتعب في تصوير الحاجة دي يعني. بس شكرا.